اجوا البنات عم بيحكوا معي حبيبة وحرير، فما لقيت حالي بيحكوا شغلة سخيفة، يعني مش سخيفة، انه شغلة عادية بداش الواحد يعصب عليها، انه ماما مش عارفة ايش في المطبخ. خلاص قلت لكم خلاص مش عارفة ايش، قعدت اصرخ، فلقيتهم التنتين عملوا هيك، فقالت لي حبيبة ماما ما في داعي تعصبي كل هالقد، احنا ما حكينا اشي. خلاص ما حدش يحكي معي. قعدت هيك قلت مالي مالي مالي، شو اللي صار لي؟ انا عم بشوف اشي حبيته وبحبه، هلا شفته وانبسطت. البنات ما لهم ذنب، شو حكوا البنات عشان اعصب؟ فهمت على طول انه انا في اشي جوايا صحي، في اشي جوايا حن وتوجع. فرح اللي دفنتيها اللي طبعا دفنتيها. على طول مسكت البنات حبيبة حرير، قلت لهم تعالوا، قعدنا على الكنباية، قعدت بالنص حضنتهم هيك، قلت لهم بدي اقول لكم ايش صاير مع ماما. ماما مشتاقة لشغلها كتير، ماما عم تتضايق كل يوم هي رايحة على المكتب، مبسوطة grateful انه عندها شغل، لكن ماما مشتاقة مشتاقة توقف قدام الكاميرا وتمثل، ولما شافت ماما هاي اللحظة كتير 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 اشتقت لشغل. وقعدت ابكي واشهق زي الولاد صغار رابعة. بتذكر تنتين حضنهم سوكي ماما سوكي رح ترجعي لشغلك ماما سوكي، فواحدة منهم تقولي ماما شكرا كتير على الساكريفايسز التضحيات اللي انت عم